السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد معاكم مرؤية مصطفى. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكرنبيت، هنعمله بطريقة حلوة قوي وكمان مش هيشرب زيت خالص معانا. معانا النهاردة إيه؟ معايا كرنبيتة بالشكل اللي انتم شايفينه دوت، وعايزاها تكون بالنوع ده كده، ما تكونش مفرغة وما يكونش الزهرة بتاعتها صغيرة وطالعة من بعضها، لازم تكون كلها مضمومة كده بالشكل ده. شايفين الكرنبيطة اللي هي بتكون بالشكل ده كده، دي احلى كرنبيطة. كمان عندي العود بتاعها الاخضر دوت، بيكون الزهر ايه اخضر لسه، ده صابح ما يكونش دبلان علشان برضو ما تكونش بايته معاكي مش حلوه. تمام، دي حاجه اهو بالشكل ده كده، شايفين الشكل، تكون الكرنبيطة معايا بالشكل ده كده. والنوعيه دي زي ما قلت لكم هي بتكون احسن نوع. هنعمل ايه؟ هنقطعها مع بعض ده، بسم الله. اهي شايفين بتطلع عاملة ازاي، شايفين شكلها جميلة جدا اهي. زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده كله بقى اهوت. هعمل ايه؟ هاخدها بقى، يلا هغسله كويس قوي تحت الحنفيه، ميه بيضه خالص ما فيهاش اي حاجه، القرنبيطه كمان معايا نظيفه ما فيهاش اي حاجه خالص، زي الفل بيضه وزي الفل. تعالوا بقى نسلقها، نشوف هنسلقها ازاي، هغسلها ونروح على البوتاجاز. وده كده القرنبيط بتاعنا بالشكل ده كده، هسلقه ازاي؟ حطيت ميه، طبعا رصيت الكرنبيط زهر الزهره الاول، طبعا الراس بتاعتها بتكون تحت والزهره زي ما انتم شايفين من فوق كده، هي زي ما انتم شايفينها بالظبط كده، عشان العرق بتاعها او الراس بتاعتها تستوي، لانها بتاخد وقت شويه عن الزهره عن الزهره. تمام، الزهره بتستوي بسرعه اهو. حطيت ملح وحطيت كمون ويتسلق، هيقعد مجرد ما بيغلي من 5 دقايق ل7 دقايق، لانه بيستوي بسرعه ما بيقعدش كتير، علشان كمان ما يتهريش منك ويبوظ، لازم يكون ماسك نفسه. تمام، بالشكل ده كده هيستوي، وبعد كده نكمله مع بعض ان شاء الله. وخلاص الكرنبيط بتاعي اتسلق بالشكل دوت وبرد، نشلته من المية المغلية وسبته خالص لحد ما برد، مش هغسله تاني علشان كمان الملح بتاعه ما يبقاش ما ينزلش مع المية وانا بغسله، والحياء بتاعه يكون مظبوط بالشكل ده. شايفين الزهر عاملة ازاي؟ طيب اهو، في ناس بتقلي وبتحطه في الخلطة بالشكل ده كده وتقليه بالشكل ده كده، انا بحب اعمل فيه خطوة، الخطوة دي بتخلي ما بيشربش زيت نهائي، يعني مهما تقليه وتقعدي تقلي فيه مستحيل يشرب زيت. هتعملي ايه؟ هتجيبيها في كف ايدك كده الزهرة بتاعتك، وتضغطي عليها كلها بالشكل ده كده. بصوا كده تحت ايدي، شايفين المية اللي بتنزل دي؟ شايفين تحت ايدي في مية بتنزل ازاي؟ الميه دي اللي بتخلي الكرنبيط بتاعي يشرب زيت لما بتنزليهاش، فبالتالي بيشرب زيت. لما تعملي الخطوه دي مستحيل هيشرب معاكي زيت خالص. شايفين الزهر عامله ازاي اهي؟ نزلت كل الميه اللي فيها. نعمل واحده كمان ونشوف اهي الزهره بتاعتي، نشوف الميه هتنزل ازاي. اضغطي عليها اهي تحت ايدك في كف ايدك وتلميها كلها، بصوا كده تحت ايدي، بصوا تحت ايدي، شايفين الميه اللي بتنزل دي اهي؟ انا مش عايزه الميه دي خالص، الميه دي بتخلي الكرنبيط بتاعي يكون شارب زيت ويكون فيه زيت كتير. الخطوه دي مستحيل يكون فيه زيت اهي، تبقى بالشكل ده كده اهي. خطوه مهمه وضروريه، هعمل كل الزهرات اللي معايا دي وبعدين نعمل الخلطه مع بعض ونقلي مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى يلا نعمل الخلطة الجبارة بتاعت القرنبيط بتاعنا، بجد الخلطة اللي هيجربها دي في منتهى الروعة، بتدي لون حلو قوي ذهبي، كمان بتكون مقرمشة، بجد جبارة بمعنى كلمة جبارة. الخلطة بتاعت النهاردة دي إن شاء الله القرنبيط هتعجبكم جدا. مكوناتها إيه معايا؟ معايا كوباية من الدقيق، ومعايا 4 بيض عشان القرنبيطية بتاعتي وسط مش كبيرة، كل ما القرنبيط بتاعك بتكون كبيرة بتكون البيض بتاعها أكتر. معايا 3 معالق كبار من النشا، ومعايا توم شرايح، معايا معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه من الكزبره، معلقه من البيكنج باودر،
ومعايا ربع معلقة صغيرة من الكركم، ومعايا كوبايتين اتنين من الحليب. والخضرة بتاعتي هتكون عبارة عن كزبرة وشبت، مفيش فيها بقدونس. كزبرة والشبت بيدوا ريحة وطعم حلو قوي للقرنبيط بتاعنا. تمام، دي كده الخضرة. والخضرة هركنها على جنب للآخر عشان هضربها في هدقها في الهون، مش هعملها مع الخلطة بتاعتنا. طيب هعمل الخلطة بتاعتي دي ازاي؟ هجيب كده شفشق الخلاط، بسم الله، وهنزل كوبايتين الحليب، شفشق الخلاط مع الاربع بيض، المواد السائلة الاول، وانزل بكوباية الدقيق بتاعتي، وبعدين التلات معالق كبار من النشا، معاهم المعلقة من البيكنج باودر، وما ننساش الملح بتاعنا، اهم حاجة الملح ما ننساهوش. طبعا هتحط الملح على قد احياء الخلطة اللي انت عاملاها. تمام، دي كده المكونات بتاعتنا، وناخد معاهم برضو البهارات الكمون، وناخد الكزبرة، وناخد الكركم. دي كده كل المكونات خدناها في الخلاط، ما التوم نسيناه، نحط التوم. تمام كده كل المكونات خدتها في الخلاط، هضربها في الخلاط، والكزبرة والشبت هنضربه هدقهم في الهون، ما ينفعش نضربهم في الخلاط، علشان لو انضربوا في الخلاط مع الخلطة الكرنبيط بتاعك هيكون غامق وانت بتقليه، مش هيكون ذهبي ابدا، بيدي لون غامق كده واسمر كده، فلازم تضرب في الهون. خلاص خلصت كمان الخليط بتاعي، ضربته في الخلاط ناعم جدا. ضربه في الخلاط ليه؟ عشان يكون ناعم او ما يكونش فيه اي تكتلات خالص، وما يكونش فيه حاجة من التين. تمام، فلما تضربيه في الخلاط بيديكي نعومة حلوة قوي. ده القوام بتاعه عامل زي الكريب، القوام بتاعه عامل زي الكريب اهو بالشكل ده كده. طيب كمان الخلطة بتاعتي دقتها، الحقيقة بتاعها مظبوط، والطعم بتاعها بجد رهيب. طبعا الكزبرة والشبت دقيتهم زي ما انتوا شفتوا كده، وانزل عليهم بقى ليهم على الخلطة بتاعتي. الحركة دي بتخلي القرنبيط بتاعي كمان ذهبي، ما بيتخلي الخضرة ما بتغمقش وانا بقلي. تمام، اقلبهم كده كويس اهي، شايفين شكل الخلطة بتاعتي عاملة ازاي، والعجينه بتاعتها عامله ازاي. كده مظبوطه جدا جدا في منتهى الروعه. هنعمل ايه؟ ناخدها ونروح نقلي القرنبيط بتاعنا في زيت غزير. بص كده خلاص العجينه بتاعتي نقصتها شويه عشان البوله كانت مليانه. هجيب القرنبيط بتاعي واحطه فيها، تمام، واشيله بالشكل ده. شوفوا بقى هنا الحته اللي الزهره بتاعتي متغلفه كويس قوي، الخلطه مش خفيفه ولا تقيله قوي، فهو ده القوام بتاع الخلطه بتاعي المظبوط اهو، شايفين عامل ازاي؟ هياخدها على طول على الزيت. تعالوا يلا نقلي مع بعض. بصوا انا كده خلاص الزيت بتاعي مسخناه كويس، وهياخد زي ما قلت لكم الرميته بتاعتي بالخلطه الجميله دي على طول في الزيت. مش عايزه الزيت سخن قوي قوي علشان ما تنزلش تتحرق تاخد اللون، وتكون برضو ما خدتش التحميره الصح من جوه، تبقى اخدت لون وخلاص. شايفين اصلا ما شاء الله الخلطه عامله ازاي، جميله جدا اهي. كمان مش هيشرب معانا زيت خالص، ناخد كده اغطس في العجينه زي ما عملنا، زي ما انتوا شفتوا هو، وعلى طول على الزيت. بالشكل ده كده، شايفين عامل ازاي؟ شايفين كده؟ بعد كده اقلب، الله على الجمال، شايفين اللون عامل ازاي؟ الزيت مش معليه قوي البوتاجاز، النار وسط، تمام، ياخد راحته في اللون. شايفين اللون عامل ازاي؟
تحفه اهو، كمان مقرمشه تحفه كمان وجميله قوي قوي. الا الطعم بقى مفيش بعد كده. بصوا كده خلاص اهي، شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفه. صفيه كويس اهو، مش شارب ولا اي حاجه خالص زي اهي. وغيره برضو نشيلهم. كمان انا عايزه اوريكم ان الخلطه بتاعتي مش مبهدله لي الزيت ولا واقعه فيه ولا اي حاجه خالص، الزيت بتاعي نضيف اهي. وريحة كمان تحفه، هكمل كله بالشكل ده وارجع لكم تاني ان شاء الله. وكده خلاص الشكل النهائي للقرنبيط بتاعنا بالطريقه الروعه والتتبيله بجد الجباره في منتهى الروعه، كمان الطعم حكايه. اللي هيجرب الخلطه وطريقه القرنبيط بالطريقه دي بجد مش هيبطل يعملها ومش هيستغنى عنها ابدا. شايفين كمان اللون عامل ازاي؟ طبعا اول ما هو سخن كده وبترصيه على طول رشه ملح ورشه من الكزبره الناشفه زي ما انتم شايفين كده، بتدي ريحه وطعم كمان في منتهى الروعه. رشه الكزبره دي حكايه بجد اهو. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل اشتراك وتفعل الجرس وتوصلك كل جديد ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد.